نيجي إخواني للمعادلة الأخرى والصيغة الأخرى الرياضية اللي ممكن نكتبها باللغة الإنجليزية. عندك الدرجة المئوية degree Celsius أو سيلسيوس، عندك المية degree C، شنو راح نكتبها؟ شنو نقول 100 or 100 degrees centigrade power degrees centigrade، احفظها هاي. اي درجة حرارة ممكن تيجيك وياها هاي الحرف الكابيتال سي ويا الزيرو او الاو، شلون تنكتب باللغة الانجليزية؟ طيب اذا كان عندي رقم عشري، تمام، شلون ينكتب؟ عندك مثلا 1.05، شلون ينكتب اخواني؟ 1 العدد الصحيح، point النقطة، او 5، شوف الانجليزي شلون يلفظون الزيرو، او 5، او حرف الاو، او 5. طيب نيجي على صيغة أخرى مشابهة إلها، شوف بيش يبدي الرقم العشري بزيرو، فش نقول؟ نقول أو، شوف تكتب أو، هذا الحرف بالامتحان تكتب أو، point six، أو أكو صيغة ثانية أو and six tenths، يعني ستة أعشار، يعني شوف تمام ten أو six tenths، تمام يعني صفر وستة بالعشرة. طيب إذا كان عندي نسبة مئوية، إذا كانت عندي 50% 60%، هاي تجينا إحنا واردة عندنا كمهندسين، أو 50% 10%، شو نقول الرقم نكتبه أول مرة 60، تمام؟ أنا نعطيك إياه مباشرة رقم كامل 60%، سامعين بها percent، تمام؟ بسيطة هاي صيغة. عندك مثلا إذا كان عندك أرقام كسر، مو عشري، أرقام كسر يا مقبسط ومقام، الصيغ المبسطة والأساسية اللي دائما نستخدمها عندك الـ 1 over 2 النصف، شو نقول عليه باللغة الإنجليزية أو اللي نكتبه؟ a half or 1 over 2، طبعا هاي باللغة الإنجليزية السريعة 1 over 2 أنا بدي أخلص منها. وعندك صيغة أخرى 1 half، كل هاي الصيغ كلها صحيحة اخواني، انت تكتب هذا هاي الصيغة الرياضية. بالنسبة للثلث، الواحد على ثلاثة، a third انتبه، or 1/3 يعني مقسوم، واحد تقسيم ثلاثة. وكذلك بالنسبة للأربعة للربع عفوا، a quarter or 1/4، تمام، هذه صيغة الكسور. عندك مثلا عدد صحيح ويا كسر، عفوا على الصحيح ويا نعم ويا كسر 5 and 1/2، 5 and 1/2 بالنسبة للخمسة ويمها نص 5 and 1/2، تمام. نيجي هسه اخواني على other cases، طبعا هاي جبت هنا اني لكم كامثلة ممكن جزء صادفكم خلال حياتكم اليومية، تمام. شلون نكتب الارقام؟ باو هسه مثلا عندك فور اكزامبل 23 يعني ايش قد؟ 23 23 161 يعني 123 و61 ضحيه وير هوسبيتالايزد يعني دخلوا المستشفى، تمام. شوف هاي الامثله يعني امثله عامه تجيك اخواني. عندك 1956 was quite a year، يعني كانت السنة 1965 أو عفوا 56، 1956 1956، لأن هنا 50 50 والسكس، تمام، was a quite year، تمام. عندك a half is يعني هاي كأنما شو نقول حقائق، فشوف ده حتى من يحكي عنها يحكي عنها بصيغة المضارع البسيط. a half is، ما عدا طبعا هاي فوق بالماضي لأن هذا فد رقم ده يذكر لك ضحايا صاروا في أو يعني تعرضوا لحادث معين بالماضي، لكن بالحقائق مثل ما تعرفون نستخدم المضارع البسيط. a half is less than 5/8، يعني النصف الواحد على اثنين هو أقل من الخمسة على ثمانية، هاي حقيقة. يعني تجيب واحد على اثنين وقسم
واحد على اثنين، شوف جدي اقدارها 0.5، وشوف ال 5 over 8 يعني 5 over 8 تلقاها 0.62 اعتقد 5 يعني اكبر من عنده. She takes the 4:35 train يعني اخذت القطار بياسها على 4:35 دقيقة. هي اخذت هذا القطار، اكو قطار بمواعيد schedules، وهي اخذت هذا الموعد او اخذت هذا القطار، قطار ابو الساعة 4:35. شوف اخوان، هاي صيغ اللغة الانجليزية يعني من تجيك تقرأها بقصة وتقرأها في مكان معين يعني. عندك مثال آخر، the baby wakes up at 5 o'clock in the morning. Sorry. The baby wakes up at 5 o'clock in the morning. شوف هذا الرقم وجوي الساعة، شلون نكتبه؟ A 5.5%، 5.5%. تمام؟ طيب إذا كان عندنا تواريخ، أرقام، شهور، مثل ما قلنا إخواني، اللي قلنا لل 1 ناخذ first، لل 2 second، لل 3 third، بعدين يجي ملتي اتش اللي ياخذ اتش، طبعا تحول شلون نقول الواحد والعشرون، شلون نكتبها باللغة الإنجليزية؟ إذا قلنا 21 كرقم نقرأ 21، بس أقول بس إذا كتبه أقول المركز الواحد والعشرون أو الحلقة الواحد والعشرون شو أقول؟ 21st. دير بالك. فهنا بالنسبة للأيام الأشهر كذلك نفس الحالة، فاليوم الثلاثون 30th شو ياخذ تي اتش؟ الثلاثين ونكتب يمها تي اتش اوف جون 1934. تمام؟ هاي صيغ اللي احكي او اتكلم عن التواريخ. طبعا بالنسبة اذا قلنا يوم 13 مو 30، بكل بساطة 13th. تمام؟ لان ال 13 هي 10th 13th او 13، من اقول الثالث عشر ما اقول 13، اقول الثالث عشر اقول 13th. واضح؟ the 13th of June، هنا عندي 30 the 30th of June. طيب فترات اخواني الرسام يقول لك مرات بالسبعينات بالثمانينات بالتسعينيات او بالعشرينيات او خمسينيات القرن المنصرم، تمام؟ يعني هذا ابو 1900، فشلون نكتبها؟ during the 1980s وياها اس، اذا يعني نضيف لك هاي الاس، بنشوف الاس ويا هذا الرقم معناته يقصد هاي الفتره كامله من 1980 الى 1989، هاي حقبه الثمانينات يسموها. وكذلك التسعينيات، اذا هاي احكي من 1990 الى 1999 هاي يسموها التسعينيات، ف 1990s وياها اس يعني. تمام؟ بالنسبة إذا كان عندي حقيقة علمية أو رقم علمي مثبت، مثلا عندك water boils at 100 degrees centigrade، هنا أنا ما كتب لك الرقم، ما كتب 100 ويا سنتيغريد، شلون هاي؟ لا تتذكر هاي المية، لا هنا كتبها. واضح؟ أهم شيء تركيزنا على ذني إخواني على هذا، أكثر شيء هذا كأمثلة أعطيك إياها، تركيزنا على ذني الجمل. احفظها نعيدك، تحفظ لي هاي المعادلة شلون تنكتب؟ بكل بساطة ال y أو ال x equals، ليش؟ لأن مفرد equals، انتبه إذا جمع هذا الطرف منها لا equal. تمام؟ وهذا الرقم حفظه كما تلفظ، وهذا يعني تحفظه كما تلفظه باللغة العربية، 1,234,567. هذا الحكية بالعربي ترجمة للغة الإنجليزية، واحفظ المليون، واحفظ الآلاف، عفوا المئات والآلاف، نعم احفظهن وشوف شلون ينكتبن. تمام؟ ومثل ما قلنا اخواني بالامتحان يجيك رقم ويعطيك من الفراغات او يقول لك اكتب هذا، اعيد كتابة هذا الرقم بصيغة جملة من اللغة الانجليزية، هيك يجيك النمط او منطوق السؤال. ولا تنسى احفظ ذني همين ال 2 باور، باور يعني الاس، الديفايدد، المالتيبلايد، تمام؟ لان تحفظها. شكرا جزيلا.